من مواقف الشيخ علي الطنطاوي ذكرها في مذكراته، يقول إني كنت أقرأ عن نجد وصادق، يقول لا يوجد في قاموس القومية العربية بلد تغنى فيها الشعراء صدق وذكروها مثل نجد، ولذلك المعلقات ترى في نجد. قال فكنت وأنا في دمشق يا ربي أرى نجد هذا قبل ما أموت، يا ربي كيف أدخل حدائق نجد وكيف أشوف البساتين في نجد التي تغنى بها الشعراء. قال فعينت أستاذا في كلية الشريعة في الرياض، فأتيت برا بسيارة قديمة فور وكذا، فلما وصلت الرياض كان في فترة الحر، الغبار يقول ينقاد إلى السحب والحر لا يطاق. قلت وين الشعراء هذا، فين عقولهم كيف يحصفون هذه الصحراء؟ وقالوا موقف الطرافة أني دخلت عند كلية الشريعة وإذا أثر العميد، وما أدري العميد يقول لابس لباس بسيط، فظننت أنه الفراشة والخادم، قلت لو سمحت ما في ماء؟ قال فقام فأعطاني ماء من البرادة. قلت ما عندكم شاي؟ قل أنتظر أن العميد يأتي والأساتذة، فقام بنفسي وأصلح لي شاي وقدمه. قال فلما خرج الأساتذة جاء العميد في أول المجلس وإذا هو نفسه اللي صبني. قال فعجبت من تواضعه ولطفه. قال مرة ثانية خدت درس أني ما أمر أحد يعطيني خدمة لأن يمكن يظهر لي أنه أمير المؤمنين فيما بعد. فقلت لهم قلت ليش؟ قال أنا أصبت بالصدمة. قالوا لماذا؟ قلت أنا درست الأدب العربي والشعر، أن نجد حدائق غنى وبساتين، وين هذه؟ الغبار أخذ بصري والحر قطعني. قال اصبر اصبر. قال فانتظرنا فأتى الربيع فأخرجوني إلى الروضة مثل تنهات وخريم والصمان. قال فوالله أني أدخل بينها بين الشيح والكادي والريحان، وأن تحول ثيابي إلى كالعطر يعني في العطر. قال فذكرت قول الشريف الرضي، هل روضت ذودة الوعساء أم مطرت خميلة الطلح ذات البان، والقاري تفوح أرواح نجد من ثيابهم وعند القدوم لقرب العهد مداري. وجاب نشيد في نجد، قال فأدركت أن نجد هو في الربيع في الصحراء وليس في المدينة.